أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أو سيدة أعمال. معنا اليوم رائدة الأعمال المميزة مدام سمار حرب من السمار ترابلز. أهلا مدام. شكرا، أهلا فيكم. بداية ترحيب خاص من برنامج رواد الأعمال من ABC، ونتمنى منك تعرفينا المزيد عنك وعن بداياتك مع مجال السفر والسياحة. نعم، أنا سمر حرب، جنسية لبنانية، شركتي اسمها السمر ترابل. جينا على دبي بال 2020، بس طبعا أنا مهنتي طويلة بهذا المجال السياحي. نحن من 1999 تخرجنا وبلشنا هذا المجال لحد ما فتحت شركتي ببيروت ل 2010، ومن بعد البانداميك حبينا نفتح شيء جديد بدبي، ورحلتنا بلشت هون بدبي 2002 من 2020. مدام، ممكن تخبرينا ما هي الخدمات اللي بتقدموها في فرعكم في دولة الإمارات؟ ما هي الوجهات اللي تميزتوا وتخصصتوا فيها؟ نحن القطاع السياحي وقطاع جدا واسع، ونحن الحمد لله بجينا لهون بعد ما أخذنا الرخصة. طبعا هن شافوا شو كان عنا خبرة واعتمدوا على خبرتنا وعشاهدتنا، فقدرنا أخذنا كل الأنشطة السياحية داخل الإمارات وخارج الإمارات، مع حجوز طيران، مع نقدم تأشيرة داخل الدولة، تأشيرات خارج الدولة، بالإضافة للخدمات اللي نقدمها. كمان هو أهم شيء اللي هو التواصل الاجتماعي، نحن موجودين بقوة فيه على الإنترنت وعلى كل المنصات اللي هي بتكون حافز كتير قوي نحن لوصولنا السريع للسواح. مدام، من خبرتكم ما هي الوجهات الأكثر طلباً في دولة الإمارات؟ بالنسبة للوجهات السياحية الأكثر معروفة بدبي، طبعاً برج خليفة، وعندك اللي هو أطول برج بالعالم، يعني أكثر شيء بيستصدوه، وطبعاً عندك السفاري، وعندك الشوبينج أريا، عندك دبي مول هو أكبر مول بالعالم، بيستصدوه هيدي المحلات اللي هي مميزة عن غير البلدان السياحية بدبي. مدام، بعد النجاح الرائع خلال السنوات السابقة، ما هي الخطة وما هي الرؤية المستقبلية؟ طبعا نحن هدفنا، يعني وكل شركة سياحة لازم يكون عندها هدف يعني لتوصل له، وخاصة نحن ببلد بلد الأمان نقدر نحط أهداف وإن شاء الله نوصل عليها. وهدفنا هو نحقق المركز الريادي في القطاع السياحي، لأن نحن بنمتاز بخبرتنا وبنمتاز بالخدمة المميزة اللي نقدمها للزبون، والابتكارات دايما نحن مستمرة من الرحلات اللي بنعملها والباكجز اللي بنعملها الجديدة اللي هي بتكون على طول بتستفز السائح، خليه يجربها ومنأمن له كل الوسائل النقل والراحة لنحقق هذا الباكج. مدام، بالنهاية ما هي الرسالة اللي بتحب توجهها لدولة الإمارات، لحكومة دبي، على دعمها وعلى الأمن والأمان اللي موفرته للجميع؟ طبعا هيدا نحن القطاع السياحي بالذات ما بينجح إلا ما يكون عنده أرضية فيها أمن وفيها سلام وفيها راحة، لأنه دبي هي البلد المعروف جدا بالأمان الموجود فيها، والفضل الكبير طبعا لسياسة الحكومة اللي هي بتقدم الدعم المطلق للقطاع السياحي، وهي بتسهلنا كل الأمور المطلوبة، وطبعا حتى يجعلوا دبي اللي هي أهم وجهة من وجهات السياحية بالعالم يعني، وهذا حيستمر لقدام. طبعا بدي أشكر شكر كبير لحكومة الإمارات بفضل سياسات الحكومة الداعمة والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية السياحية، بتوقع نستمر النمو بهذا القطاع على سنوات القادمة، مما يجعل الإمارات واحدة من الوجهات السياحية الكبيرة بالقطاع السياحي والاستثمارات. بالنهاية، ممكن تخبرينا وتخبر جميع المشاهدين بتابعوكي حاليا كيف يقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع السمار ترافلز؟ نحن دائما موجودين بفرعنا ببيروت، بفرع الدورة شركة سمر هوليديز، على التواصل الاجتماعي على انستا وفيسبوك وعلى الويب سايت، كما الامر بدبي هون بالبزنس باي بالبرايم تاور، كمان موجودين على الانستا وفيسبوك وعلى الويب سايت، وطبعا في عنا ارقام هوت لاين كلها موجودة عنا فيكم تتواصلوا معنا. شكرا جزيلا مدام سمار، ومنشكر جميع طاقم العمل في الشركة، بنتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. شكرا جزيلا، كلك ذوق.
إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي أمان الله.